هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء. لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، ونشاط للرياح ببعض المناطق هتكون مثيرة للرمال والأتربة. كمان في فرص أمطار خفيفة هتكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا رند. أهلا بحضرتك. أخبار الطقس إيه النهاردة ورطوبة؟ لأنه لسه في ارتفاع في درجات الحرارة والجو يعني لسه في نسبة رطوبة برضو، فممكن تفاصيل من حضرتك؟ هو طبعا إحنا بنشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. يمكن بدأنا نحس بالتحسن النسبي في الأحوال الجوية، بدأت درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل تنخفض ونسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع 34 درجة مئوية في الظل، لكن طبعا ما زالت مصادر الكتل الهوائية هي كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط فيها كميات كبيرة من بخار المية، ففي نسب رطوبة في الجو دي اللي بتخلي درجة الحرارة المحسوسة أعلى من ال 34، توصل ل 36 أو 37 درجة مئوية. تحديدا فترات الظهيرة هي اللي بنحس فيها إن لسه الأجواء حارة، لكن باقي ساعات اليوم بيكون فيها تحسن في الأحوال الجوية. كمان بتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بيعمل على انخفاض قيم درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فعشان كده هحس إن نسب الرطوبة مش عالية بالشكل الكبير زي الأيام الماضية لما كان بيأثر علينا مرتفع جو بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض. بالإضافة كمان إن اليوم هنحس بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، ودي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هنحس بالأجواء اللطيفة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، لأن بالفعل في انخفاض في قيم درجات الحرارة، في نشاط نسبي للرياح فترات المساء ساعات الليل بيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في المحافظات الشمالية، يعني السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى كمان محافظات شمال الصعيد. بالإضافة كمان فرص الأمطار لسه مكملة معانا اليوم في أقصى جنوب البلاد، حلايب، شلاتين، بحيرة ناصر ومحافظة الوادي الجديد. المناطق دي معرضة لسقوط أمطار خفيفة وممكن تكون رعدية أحيانا، وعشان هي أمطار رعدية بيبقى معها دايما السحب الرعدية رياح هابطة بتؤدي لإثارة الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد، لكن باقي مناطق الجمهورية مش هتأثر بأي أمطار ولا بأي أتربة، فنقدر نستمتع بالأجواء على مدار الأيام المقبلة بشكل كبير، لأن بالفعل درجات الحرارة من اليوم حتى مطلع الأسبوع القادم فيها تحسن كبير. هنحس فرق في إحساسنا بدرجات الحرارة عن الأيام الماضية. التحسن ده احنا ما زلنا في فصل الصيف، نأكد برضه هي أجواء صيفية، لكن أجواء صيفية نقدر نقول عليها معتدلة وفيها تحسن كبير. نخلي بالنا من غدا إن شاء الله، لأن غدا الخميس حتى يوم السبت المقبل هيكون في ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط وتحديدا في العلمين ومطروح والإسكندرية وبلطيم ودمياط. المناطق دي معرضة لارتفاع أمواج، ارتفاع الأمواج هيكون ما بين 1.5 ل 2.5 متر. هو مش هيشكل خطورة على حركة الصيد، لكن طبعا للسادة المواطنين والمصطفين على الشاطئ احنا الفترة دي بنحب نطلع على المناطق الساحلية، فنخلي بالنا بس ونتوخى الحذر لرواد البحر المتوسط. يعني اللي حضرتك بتقولي عليه دوت ارتفاع الأمواج ده ابتداء من بكرة ولغاية يوم السبت؟ اي ان شاء الله ابتداء من بكره ولحد يوم السبت وفي شواطئ معينه، الشواطئ اللي احنا قلناها، وطبعا في تنسيق كامل بيننا وبين الجهات المعنيه لو في اي خطوره على الساده المصطفين، هم بيقوموا باغلاق الشواطئ او رفع الرايات، لكن ناخد بالنا ونتوخى الحذر. هو ارتفاع الامواج من 1.5 ل 2.5 متر، هيكون ناخد بالنا اكثر كمان من التعمق داخل البحر المتوسط، أكيد. لان كل ما تعمقنا داخل البحر المتوسط كان ارتفاع الامواج اعلى. اكيد. بنشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، وهي نفس درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 34-25. الإسكندرية 32-24، أيضا العلمين الجديدة 32-24. مطروح 31-23 ودمياط 32-25. بورسعيد 33 والصغرى 26 والإسماعيلية 36 والصغرى فيها 24.
في السويس العظمى 37 والصغرى 25، وفي العريش العظمى 33 والصغرى 24، كاترين 33 16، وطابة 36 25. في حلايب درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30، وفي شلاتين 40 30، شرم الشيخ 40 30 أيضا، والغردقة 40 31. نروح للفيوم، 35 هي درجة الحرارة العظمى والصغرى 25، بني سويف 35 26، الوادي الجديد 45 25، وأسيوط 38 25، سوهاج 40 27، وقنا 43 28، الأقصر 45 27، وأسوان العظمى فيها 44 والصغرى 30. وكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لباسانتو شاذلي ومتابعة أخبار النهاردة. عودة ليكم مرة تانية باسانتو شاذلي. شكرا لك يا هلا.